تعالى نخلي كلامنا بدايته ماتش الأهلي وفيوتشر ورؤيتك للماتش ده. الحقيقة المباراة دي الأهلي كان غير موفق فيها، ضاع بعض الفرص، ويمكن ده بيفسر إصرار مارسيل كولر على التعاقد، ضرورة التعاقد مع مهاجم إن شاء الله في فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم في الدوري المصري. لكن الحقيقة برضو أنا استغربت بعض، يعني في انتقالات غريبة جدا، يعني دي أول تعادل الأهلي على المستوى المحلي من شهر فبراير لما تعادل مع الداخلية 1-1، فيعني ده طبيعي جدا، الاهلي مفيش فريق بيكسب كل المباريات في الدنيا يعني، فيعني رفقا شويه. بعدين الاهلي خلاص يعني قاب قوسين ادنى ان شاء الله انه يحقق لقب الدوري. الجمهور هو اللي متحامل يعني في بعض الجماهير طبعا مش عامل على النتيجه ولا كان على الاداء، لان البعض كان زعلان مش من النتيجه، التعادل ما يزعلش قوي بس كانوا زعلانين من الاداء. حتى نهواند لو الاداء مش قوي طبيعي جدا، الاهلي لسه ما بقالوش اقل من شهر واخد دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه، بقى مستوى كان رائع جدا بعد يعني بعد ما تجاوز ما حدث ضد سان داونز. الاهلي كان ما شاء الله بيكسب كل المباريات وما بيخسرش، يعني بيتعادل او بيخسر او بيكسب. فالحقيقه كان شايف ان في انتقادات بعض، يعني الانتقادات كان فيها مبالغه بعض الشيء، لكن الاهلي ان شاء الله قادر بدايه من مباراه الغد ان شاء الله ضد الاسماعيلي يحقق الانتصار. عمليه الروتيشن مهمه جدا لمارسيل كولر في ظل طبعا يعني ان المباريات تبقى كل حوالي 48 ساعه 72 ساعه، عمليه الروتيشن مهمه جدا ان شاء الله، وصولا انه يعني ان ممكن يكون الحسم ان شاء الله في مباراه القمه ضد نادي الزمالك باذن الله. برضه خلي بالك من زاويه يعني مختلفه حبتين لرؤيه الامور، ما ممكن يبقى الاداء المحترم اللي شفنا النادي الاهلي عليه الفتره الاخيره والانجازات الكبيره المتتاليه للنادي الاهلي طمعت الجماهير بشكل او باخر، يعني ما بقناش مش متقبلين فكره ان لا يعني ايه نتعادل، فاهم قصدي؟ ايوه بس مع احترامي لبعض الجماهير مش مباراه واحده، حتى لو المستوى كما ذكرت نهاوند ان حتى المستوى ما كانش قوي يعني مش مباراه واحده، يعني الحقيقه الاهلي موسم استثنائي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اثنين سوبر، كاس مصر نسخة 2021 2022، ودوري ابطال افريقيا، وديك اعتقد البطولة الاهم اللي اهلت الاهلي ان شاء الله يكون متواجد في كاس العالم أندية في مدينة جدة السعودية في شهر ديسمبر المقبل. فلا لا يعني شايف ان الانتقال كان مبالغ في بعض الشيء، لكن الاهلي اكيد قادر انه يتجاوز سريعا هذا الامر، ان هو يريد اجيب بالتاكيد في وجهة نظر مارسيل كولر عايز يحسم مسابقة الدوري بشكل مبكر جدا حتى تكون هناك راحه، لان الموسم المقبل هتكون رزمه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا، عندنا ننسى دوري السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس العالم انديه، والدوري المصري وكاس مصر، واكيد بالتاكيد الاهلي سينافس على كل هذه البطولات. فانا اعتقد ان مسير كل تعبنا وانت بتقول البطولات انا نهكت والله العظيم انا نهكت حقيقي، وده قدر الانديه الكبيره، وده قدر الاهلي بالتاكيد، لان الاهلي اكيد هو اكبر على مستوى الوطن العربي وافريقيا.